السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة السادسة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. قربنا نوصل 1000 مشترك، إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو. في الحلقة اللي راحت غلبنا الإلجانتي وفتحنا الكنيسة وأنقذنا آشلي. الآن تبدأ المهمة الصعبة إن كيف نطلع آشلي من القرية. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. أوكي زي ما تشوفوا. الحين نحتاج ان ناخذ آشلي ونطلعها من هالمكان. Father, trust me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Yes. Okay. Okay, Leon. Bolestero. Abrista. Okay. Right. Let's get the hell out of here. Okay. هذا يوالش يا آشلي. Get the ladder. Okay. هل سمعوني؟ دقيقة لا أذكر أن في كنز هنا. أها كنز في نهاية الغرفة. ألغام ملحمة. رصاص. ملحق نظارات. ولينغتون. رمز ذهبي. أوكي. هيا بنا. تقدر يا آشلي كمان. يلا يا آشلي لا صير جبانة. Hey, trust me. Trust him, Ashley. ما جاك لهالمسافة عشان ما تقدر توثقي فيه. يلا يلا يلا. نايس. الحين العوار الراس بيبدي. نسيت كيف انا امر اشلي. العفو. هذا ايش الكنز اللي هنا؟ كنز. هانيجن؟ روس، I've secured baby eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to baby eagle. بحاول ان مو سهل الشيء. يبغوني اروح للكوخ. ها هذا الكوخ اللي بعد المزرعه. بس دقيقه. اوه في هنا ايتم وهنا ايتمات. هنا في مكان نقدر نرجع ونركب مكان فوق في القصر اللي قابلنا فيه شيف مندنس مرة ثانية وانقذتنا ايدا. نقدر نركب فوق السقف او السطح وفي كنز هناك. Stay close. Okay. لا تتجر لا لا تحاولوا تقربوا من آشلي. الكنز في غرفة آشلي. خلينا نجرب بجرب اركب آشلي وناخذ هالكنز. آشلي تعالي معي. آشلي بس لما نرجع للكنز اللي موجود في غرفتش. ما ادري ليش ما جا في بالي ارجع. رجعت عشان هذا يا اخوت. ما ادري الماس اصفر. Okay.
خلينا نقتل على نقتل هالآنسة هذه وننطر الثاني اللي يجي من البوابة ونقتله ونروح. تعالي من هنا يا أشلي. أبريسا. يا تعالي بسرعة أشلي. أشلي إيش تنتظري؟ ما في كنس طبعا. ها يلا خلنا نرجع. كده هلا عليها أشلي. أيوة ممتاز. أوكي هربنا منهم الحين من هالمنطقة. نايس. I have something I think you like. Welcome. عندك شيء بيعجبني؟ What can I do you for? ما عندك شيء يعجبني صراحة. لحظة. عندي شيء أبيعه. عندي هذا بيعه ونسويها مصباح الفراشة. لحظة بس. خلينا نسوي هذا. لحظة لو سويته كله أحمر 21,000. لو سويته متنوع 26,000. أوكي ويلكم بوم. A deal well struck. Will that be all then? Come back. Welcome. Good as new. ايش هذا؟ اريد ان اتخلص احد من الكلمة سورة. اوكي اذكره. هذا كان كلب بس ابيض ويكون اقوى من الكلاب العادية اللي تطلع في اللعبة. Hey, can we take a break? No, يا حبيبتي. We need to keep moving. ما في وقت. إذا ما اذكر نقدر نرجع من هنا. او نرجع من هنا. نرجع من هنا الحين. اوكي هذا اللي اذكره ذيك المره يوم اعبر من هنا انه بيكون في احد. تريح. نرجع للقصر عشان نركب وناخذ الكنز الموجود ومره واحده نقتل الكلب لانه يطلع لنا الكلب اذا رجعنا للقصر. اوكي ما في احد هنا. يلا يا أشلي. طبعا هذا بيكون صديقي ضد الكلب الرايفل. ممكن تنزليه لو سمحتي؟ شكرا. اسمع دمية سالازار. اوكي green herb ممتاز. ما ادري yellow herb. اف عندنا اشياء كثيره. المجلد 2 من سجلات القريه. هلل الرجال كلهم عند سماعهم صوت اندفاع القارب على سطح الماء. سيساعدنا هذا الزيت الرائع على اصطياد الاسماك بسهوله. عندهم قارب شو اسمه مو بدائي. تم ستانسين. بنيت مصانع الحديد منذ عام واحد فقط واندمجت مع القرية فمناجلنا وسكاكيننا تتألق بشكل غير مسبوق. السمكتان اللتان ربحناهما من الصفقة ستأكلان أي شيء تقريبا وستتكاثران جيدا كما تحرز مزرعة الأسماك في المستنقع تقدما ممتازا. نايس. خلال النهار أقوم بتدريس القراءة والكتابة والرياضيات للأطفال. في كل مساء أتناول العشاء مع عائلة واحدة لأسمع شكاويهم والشائعات الأخيرة.
أفعل كل ذلك تحت سقف هذا المنزل الذي بنيناه منذ وافقت على انفتاح القرية للعالم الخارجي. ازدهرت حالتنا وأصبح الناس أكثر سعادة. بدأت الابتسامات تظهر على وجوههم. هبطت مجموعة أشخاص غريبة متشحين بالسواد من القلعة بداية القصة إلى القرية، ورفعوا علما مشؤوما توجد عليه إشارة تشبه العنكبوت. بعد وعظهم لنا عن الخلاصة والمغفرة حقنونا بشيء يزعمون أنه سيشفينا من الجنون. هل يمكننا نثق بهم؟ هذه بداية السالفة في القرية. شكله هذا اللي يتكلم. صورة أب أحرس القرية بدلا مني، وعسى أن تزين الابتسامة الصورة كدائما. بوم. هذي وين؟ هذا عند المصنع أو صورة المصنع، مصنع الحديد اللي طال انتظاره. 1992. أشلش فيش؟ ممكن توقفي هالمجلد واحد من سجلات القرية. أسند شيخ القرية أمورها إلى أخبرني أن إمكاني أن أعرف واجباتي خلال تأديتي للمهام. سأبدأ تدوين سجل عن القرية. ما زال هناك كلمات عديدة لا أستطيع كتابتها، ولكن الشيخ يشجعني. هناك صبي يعيش مع جده في كوخ بجوار البحيرة. كوخ بجوار البحيرة. يبدو أن والدته ماتت من ولادته. جده لا يتكلم كثير، ولكن الصبي مفهم بالحيوية. أخبرني قصة عن فارس ذلك وحمارا ومرض جد الصبي، وتزداد حالته سوءا كل يوم بسبب القلق الشديد. الصبي بشأن هناك أهمال بين قرويين الإنسان بالجنون. عندما كنت أحصل على إجازتي جذبني رجل العجوز جانبا وقال إذا حدث أي شيء فتعلم ما تفعل لمصدر إلا أن أؤمن برأسي. كانت ليلة مروعة. وقف الجميع حول الكوخ. شاهدوه يحترق. نظر الصبي دون أن يلتفت بكلمة حتى عند بزوغ الفجر لم يحرك ساكنا. بحلول اليوم التالي كان فارق الحياة. interesting. كاميرا قديمة. أراه الصبي. طول طفل مع جده. عائلة نفارو. من هي هذه عائلة نفارو؟ يمكن هذا العائلة القصة عنها. لحد الآن أنا أفكر أن هذه القصة عن لويس. أوكي خلينا خلاص نروح نرجع. شوف هذا هو الكلب. هذا هو. هلو. طبعا أذكر أن كان صعب، يعني ما بيكون سهل. بما أن المهمة أو مرحلة الحصار في الكوخ بتكون قريبة، فما بحتاج الرايفل، فخلني استخدمها. عندي كم؟ عندي 21 رصاصة. ها؟ وش الصوت؟ انا فكرت ان يدخلوا بعد ما الكلب يلحق. Ouch. Ashley. You okay? Yeah. Yeah. Oh. اوكي اوكي. تعال هنا. انا مستغرب الكلب لحين ما طلع. كلب؟ ايوه. هاي ذير. اوه
تعال اوقف محلك. نايس. والآن نقدر ندخل هنا بما أن أشلي معانا في كنز داخل وناخده. ممتاز. I need you to open it from the other side. في كنزين داخل في هذا يمكن ناخده مرة واحدة لأن بنعبر هنا من فوق عشان نطلع للجهة الثانية. للآن أسمع صوت أشخاص طبعاً. نايس. سوار سوار أنيق وفي كنز فوق. رمز فضي. يعني إحنا ما نقدر نروح إلا من هنا. نايس. يلا وراي. Enough. نايس. الحين دور المزرعة. سوي. بحافظ على الشات جن شوي لأنه بيكون أهم داخل الكوخ. نايس عطوني شات جن. اوكي في هذا الكنز تالي خلاص. البقرة طالعة تشيك ايش صاير معاهم. اوف نايس. باقي انت بس. خلاص عاد. نايس. اوكي. ما بيصير في شعار ما بتمرضي. اوكي هذا الكنز. غليوم قديم. نايس. Alright, جاء وقت الكوخ. Here we go. ما في فايدة يا لويس. Umbrella. Listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. ما كان لو ليان قفل الباب بس اللعبة شكلها منسيوا انه قفل الباب. Ashley quick over here go. Here we go. Let's get ready.
Playtime. Game time or playtime? Hurts if it gets two of up. Oh, and let's not forget, this mob is made up of monsters. Done warming up? Hope you stretched. Yeah. Shut up, we'd be good to go. Yes, shut up. Here we go. Come over here. بس ناخذ كل شيء دقيقة. Get up. Listen here. Listen here. I've been waiting, hero boy. أنا غلطت وسكرت هذه. أنا المفروض أسكر النوافذ المفتوحة. لحظة كأني أخذت واحدة ولا ما أخذت؟ ورا نايس نايس يس نوت باد. لحظة بس. نايس. نقدر نسكر الحين. No. Uh-oh. جايين من الأعلى. خلينا نروح فوق. ما عنديش بيضة. Here we go. هذا جاء من تحت صح؟ We've got a big one on our hands. وين هو؟ A little busy at the moment. Hey, I guess we think we're rude. Leon? ما اخذت الكنز. كنز الثور راح علي. كنز الثور
بس يلا دن 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 nice one very nice Leon Oh, Ashley. What's happening to me? Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called the... Splagas? Blaga. Plague. Shit of fairy inside them. People, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them... Like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. لازم توثق بي يا ليون عشان ما تموت. Great. We're partners then. Hey, why are you? No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Bye bye. اوكي وصلنا لنهايه الحلقه السادسه من تختيم لعبه Resident Evil 4 Remake اتمنى الفيديو عجبكم اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك قربنا ان نوصل 1000 مشترك وان شاء الله بشوفكم في الحلقه الجايه مع السلامه